خلينا نقولهم على ام علي ايش المقادير رح نستخدمها اليوم عشان تعملوها، كثير رح تحبوا هاي الوصفه بهاي الطريقه. يلا خلينا نشوف المقادير مع بعض. لا ام علي رح نحتاج عجينه الباف باستري طبعا مشويه، 3 اكواب من الحليب، كوبين من كريمه الخفق او حطوا قشطه، علبة قشطة، كوب سكر، قرفة، وللتزيين طبعا زبيب، جوز لوز، جوز هند، فستق حلبي الموجود عندكم بالبيت. طيب بدنا نقولهم عن ام علي، فكرتها لطيفة خفيفة سريعة، وهذا اللي انا بحبها، لانه لما تكوني ملانة اكلتي كثير انواع حلو بدك هيك حلو خفيف سريع تاخذي ام علي. هلا انا معلي جايبة عجينة الباف باستري موجودة بالسوبر ماركت، روح على سي تاون بتلاقوها موجودة بقسم المفرزات. بحطها بالفرن بدون ولا إشي من تحت تقريبا لتصير تحمر ومن فوق لحتى تحمر، بجيبهم بقطعهم بهاي الطريقة. هلا نفترض انه انتم اليوم حابين تعملوا ام علي، ما في عندنا باف باستري، خبز حمام ما عندي، خبز حمام، خبز توست ما عندي، خبز توست كولاج لزيادة اللي عاملة فيه كتير وصفات، باخده بشويه بالفرن بحطه بعمل فيه ام علي. كل إشي عندكم بزبط ام علي، تمام؟ هدية سهلة هالام علي، هنية هنية كثير، بس مش بخبز شامي يا جماعة، اوكي؟ كل الخبز اللي حكيتك فيه الخبز العربي شامي. لا لا الخبز العربي لا. هلا انا هون ايش حطيت؟ حطيت الحليب وفوقيه الكريمة، بدي اياهم لا يغلوا، راح اضيف عليهم سكر الاسرة. شوفوا دائما بضلكم بقول لكم بستخدمه لانه ناعم الحبيبات وبدوب بسرعة، موجود بسي تاون، تمام؟ اوكي بس هاي هي كلها ام علي. هلا يغلي القوام. هلا ايش الحلو بام علي؟ المعلي اللي بيعطيها النكهة عن جد شو هي؟ مكسرات. مزبوط. خلينا أجيب جلافز. إيش عندهم مكسرات بالبيت؟ يجيبوا. قلنا عندهم جوز هند كتير بتمشي معها المعلي، بالذات الجوز هند، الزبيب كتير بيمشي مع المعلي، فستق حلبي. عندكم بالبيت هلأ لوز، شرائح محمص، عندكم جوز، ما تتقيدوا. طب إذا بدنا نغير شوي فيها ونعملها على شوكلت؟ والله أنا بحط من لوك شوكلت، حطيت مرة بالإم علي بنفس الخلطة بالفستق الحلبي، أخذت من كريمة فستق الحلبي وأخذت من كريمة الشوكولاتة، حطيتهم مع الحليب وحطيتهم، كتير لذيذة أولادي حبوها. مع الحليب نفسه؟ مع الحليب نفسه. بنحط من لوك شوكلت يا فستق حلبي يا البندق. بالضبط، أنا هيك الحليب يعني اسمع، عندهم نكهات كتير، عندهم كراميل، عندهم فستق حلبي، عندهم بندق، عندهم كتير يعني من الكريمات والنكهات الطيبة. بس انا بالنسبه لي هلا جربت الفستق حلبي والشوكولاته طلعوا كثير طيبين. هلا انا القشطه قلت لهم اللي ما عنده كريمه خفق يحط مع الحليب شوي كريمه او قشطه لحتى يعطيها هيك دسامه. هلا انا بالنسبه لي القشطه بحب احطها على الوجه واحمرها شوي بالفرن عشان يتشرب الباف باستري او الخبز اللي احنا مستخدمينه او الكولاج الحشوه كامله. تحبي تحطي لي؟ احط لك قشطه على الوجه هيك. شو رايك بهالوصفات اليوم؟ اليوم لا اليوم كل يوم، مش اليوم بس، مبدعه وجد افكار، لانه اظن انكم تحتاروا صح؟ طبعا كل يوم طبعاً في هاي الحيره انه ايش بدنا نعمل وايش جاي بالكم. طبعا فتعطينا هيك وصفات لذيذه وسهله. اوكي اعمل على هاي كمان. طبعا عشان احط هون. انت حاطه كريمه ولا قشطه؟ هون هي قشطه، قشطه عادي الموجوده علبه، حطيتها بهي الطريقه عشان يسهل علي احطهم وادهنهم. راح احطهم بالفرن. بالفرن لا ياخذوا بس مش لون، يتماسكوا يا دوب دقيقتين، يعني ما راح يحتاجوا ابدا وقت. اوكي بعدين بنكمل لهم تزيين. اذا هيك اعطيني عنه. خلص هيك خلصنا. هيك خلاص يا دوب يعني شفتوا كيف دقيقة بالضبط أخذت معانا دقيقة. أوكي. ما أصحكم تحمروها، بتنحرق القشطة بصير طعمها مش طيب بالمرة. هدول عنا الأشياء رح نزين، أشوف إذا بقدر أمسكه. رح نحط ونزينهم. يلا خلينا نزينهم، نجيب معلقة. هي قلتي لنا المكسرات أهم إشي طبعا، هي اللي بتعطي النكهة. أنا رح أحط ببداية جوز هند. هيك ما بقدر بحط، بقدر يحطوا رشة قرفة، بقدر يحطوا رشة من ماء الزهر. يعني النكهة اللي انتوا بتحبوها بدعوا فيها، بس القشطة صدقوني لما تحطوها على الوجه هي بتعطيها دسامة وبتعطيها طعم كتير لذيذ. رح استخدم كمان شوي زبيب.